تحية رياضية إخوتي الشباب وأصدقائي الرياضيين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم استديو الملاعب على قناة المرابطون. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنناقش عدد من المواضيع، أبرزها نهائي كأس رئيس الجمهورية. ويسعدني أن يكون معي محلل البرنامج الدنين البشير. مساء الخير الدنين. مرحبا بك الشيخ أحمد ومرحبا بالسادة متابعين الكرام. سنناقش في هذه الحلقة نهائي كأس رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يحتضن ملعب شيخة والبيدية مباراة النهائي التي ستجمع بين إفس واديب ونادي الجمارك، ومن المنتظر أيضا أن يكون الرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ القزواني حاضرا لتلك المباراة. أولا النهائي سيجمع بين الآن من يتصدر المشهد الرياضي، إفس واديب والجمارك. في البداية حسابيا ونظريا الحظوظ متكافئة ومتوازنة بين الطرفين، بين الجمارك وإفس واديب. إفس واديب في حالة انتعاشة جيدة جدا في الدوري بعد الخسارة الثقيلة التي خسر أمام الجمارك، وكذلك الجمارك أحمد الكوري مدرب بارع دائما يظهر ويكشف بأنه مدرب جيد في الأدوار الإقصائية بالتحديد. الفوز على الفوز على كينغ راشد فوز صعب جدا للغاية، لكنه يتكيف مع المباراة الإقصائية بشكل مميز جدا للغاية، مدرب بارع جدا ولديه حس تكتيكي جيد، وكذلك الأفكار توحي ما يمتلك لاعبين أقل جودة وأقل حيوية وأقل بكثير من إفس واديب، لكنه نافس إفس واديب حتى آخر رمق من الدوري، وإلى الآن وصل إلى نهاية الكأس الموسم الماضي. بكل تأكيد مدرب بارع جدا، وربما المباراة نراها متكافئة ومتوازنة بين الطرفين. نتحدث دنين عن موسم إفس واديب. برأيك بعد هذه الخسارة الوحيدة التي خسرها إفس واديب وكانت أمام الجمارك وكانت نتيجة ثقيلة 6 أهداف بدون رد، هل ربما نشاهد تغييرات من جانب لوبيز غاراي أو من جانب أحمد ولي الكوري؟ لا أظن ذلك أرى، بأنهم سيبقيان على التابوهات وسيبقيان على اللاعبين الثابتين في التشكيلات الاثنين بالتحديد، لكن العوامل مختلفة جدا تختلف عن السياق الماضي. في السياق الماضي الجمارك مثلا كان حاضر ذهنيا، الجمارك كان يعيش حالة جيدة، وإفس واديب عانى من بعض الغيابات، عانى من حالات الطرد، وكذلك لم يلعب المباراة بشكل مميز. على ما أظن أظن بأن في هذه المباراة ربما نرى مباراة مختلفة عن السابق. إفس واديب سيعيش حالة جيدة عكس المباراة السابقة التي عانى من عدة مشاكل، عانى مشاكل من حيث الطرد، من النقص العددي الجمارك، وتلك الإسباقية العددية والإسباقية الذهنية على إفس واديب، كذلك استفاد من الكثير من الأشياء التي من العوامل، وربما هذه الإسباقية بالتحديد اللي تحسب لأحمد الكوري. برأيك أحمد ولي الكوري وفريق الجمارك، أعتقد في تصريحات صحفية قال بأن الإدارة راضية عن النادي هذا الموسم، الجميع راضي عن النادي، لكن برأيك بعد التعادل أمام إنتر وأمام الأقصر، برأيك هل سيؤثر ذلك على الجمارك أمام إفس واديب يوم السبت؟ الجمارك يعاني من عدة نقاط أو نقاط أساسية جدا. كما أشرت في الحلقات الماضية أن الجمارك لديه بعض المشاكل في الشق الدفاعي بالتحديد، خصوصا في الارتداد الهجومي الدفاعي. لذلك عندما يتقلب على مثل هذه الأخطاء، عندما يكون متوازن دفاعيا متوازن هجوميا في حالة الارتداد، ويكون هناك يتم التقلب على الأخطاء ويتم دراسته وتحليله بشكل جيد، أرى بأن الجمارك يمكنها يحقق نتيجة إيجابية ونتيجة مميزة في المباراة في مباراة النهائية. نتحدث عن الجانب من الجانب الآخر، أيضا من المنتظر أن يحضرها الرئيس محمد ولي القزواني المباراة، وسيكون أيضا أعضاء الحكومة ممثلة في الوزير الأول ووزير الثقافة والشباب والرياضة. برأيك ماذا يضيف حضور أعلى سلطة في البلد وعلى رأسها محمد ولي القزواني؟ هذا نهاية معتاد جدا، نهاية كأس رئيس دائما أو نهاية كأس الملك مثلا في إسبانيا، النهايات التي تلعب من أجل السلطة العليا أو السلطة العليا دائما يحضرها الرئيس بشكل عام، وهذا أمر متوقع جدا، والرئيس حضر في أكثر من مناسبة في النهايات الماضية، وكذلك كان دائما رؤساء البلد يحضرون في هذه المناسبات. برأيك الوقت، هل الوقت مناسب؟ ولا تشك بأننا ربما ستكون الخامس، وربما هذه تجربة للاتحاد بأننا مقبلين على مباراتين، المنتخب الوطني ستكون الساعة الرابعة وستكون درجة الحرارة ربما مرتفعة جدا. برأيك هل الاتحادية برأيك نجحت في تحديد الوقت بالتحديد
الساعة الخامسة مساء الوقت مناسب. على ما أظن الساعة الخامسة توقيت ملائم جدا لجميع الأطياف، جميع سكان واشنطن الذين سيحضرون لهذه المباراة بالتحديد، لأن درجة حرارة تكون أقل بكثير، ويكون في مرحلة قريبة جدا من الغروب، وكذلك الجو سيكون معتدل، وبكل تأكيد مناخيا سيكون جو ملائم جدا لجميع الجماهير. أيضا الدنين من المنتظر أن يعقد بكل من لوبيز غاراي وأحمد أولي الكوري مؤتمران صحفيان أكيد رفقة اللاعبين بيات الكوري وحسن تقدي أكيد. أيضا نتحدث هنا عن ربما هناك أيضا ربما الشق سنتحدث عنه أولا سنحلله الدني بما أنك أنت أيضا ربما أدرى مني أنا بالتحليل برأيك إفسن وهذه برأيك هو لم يخسر أي مباراة هذا الموسم وربما أيضا هو يريد أن يفوز باللقب الثاني ويكون له موسم تاريخي قبل أن يودع لوبيز غاراي. شخصيا أظن أن إفسن واديب الآن ربما هذا هو أفضل موسم بالنسبة لإفسن واديب لعدة أمور. أولا إفسن واديب تأهل لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد معارك طويلة جدا مر بعدة أندية حتى وصل لنهائيات البطولة الإفريقية ضمن أفضل 16 فريق في أفريقيا وهذه نقطة صعبة جدا للغاية. كذلك عندما نرى إفسن واديب في الدوري فريق فاز على كل الأندية وحقق نتيجة ضد الجمارك خسر ضد الجمارك بنتيجة كبيرة جدا لكن وكذلك وفي البطولة العربية كذلك المدرب حقق نتيجة مميزة جدا أقصى شباب الأردن وخسر ضد الكويت الكويتي مدرب مميز جدا قاد إفسن واديب لمحطات كبيرة جدا ومحطات بعيدة جدا في كرة قدم الفريق وفي كرة قدم بشكل عام. كذلك الفوز على البيراميدز المصري أحد أقوى الفرق في تلك الظرفية بالتحديد كان متصدر للدوري المصري هذا أمر صعب جدا للقائل الفوز عليه في استاد شيخ أبو يديا والتعادل في القاهرة هذه نقاط كلها صعبة وكذلك تحقيق نتيجة تعادل ضد مازيمبي الكونغولي ومقارعة أقوى الفرق في إفريقيا مازيمبي الكونغولي وكذلك ماموريد سان داونز هذا هو موسم ممتاز لكن من الجانب الآخر أيضا سيكون موسم ممتاز للجمارك تعني بأنه نافس حتى اللحظات الأخيرة ومتأهل لنهائي كأس رئيس الجمهورية. أكيد أنا بالنسبة لي شخصيا أرى بأن أحمد الكوري هو أفضل مدرب الدوري لأنه حقق نتائج بإمكانيات ضعيفة حقق نتائج بمجهود كبير وهذا يحسب لأحمد الكوري لأنه حقق نتائج إيجابية نتائج كبيرة جدا بلاعبين أقل جودة وأقل فاعلية من لاعبي إفسن واديب بدل ذلك عندما ننظر إلى إفسن واديب من حيث الأفراد من حيث اللاعبين نجد بأن إفسن واديب يمتلك نخبة لاعبي الدوري الوطني نخبة اللاعبين المرتانيين بشكل عام وكذلك يمتلك مثلا هداف الدوري المالي برايما غادياغا كل لاعبي المنتخب الوطني الذين يشاركون في البطولات الدورية ينشطون في إفسن واديب عندما نرى الجمارك نرى بأنه فريق مزيج بين لاعبي الخبرة مثلا لديك بالاي كذلك لديك علي الشيخ الفلياني نرى لاعبي مواهب شابة عناصر شابة لديك بيات الكوري لديك مبارك لديك كذلك العيد لديك عمر حيدرة عناصر شابة جدا تقدم مردود كبير جدا تقدم مجهود كبير جدا بأفكار مميزة ربما أحمد الكوري لديه ملاحظات فقط في الشق الدفاعي خصوصا في ارتداء الدفاعي ويمتلك من العناصر المميزة جدا في مراحل واحد ضد واحد لكنه يعاني من مشاكل كبيرة جدا في الشق الدفاعي من حيث الارتداد وهجومية مدرب قوي جدا لكنه دفاعي يعاني من بعض المشاكل. دني قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر سأخذ منك رأي حول التشكيلة التي سيدخل بها كل من المدربين أمير لوبيز غاراي من جانب إفسن واديب وأحمد ولي الكوري ربما نشاهد الشوط أول بين الطرفين تكتيكيا بامتياز أمس تكون مباراة مفتوحة وتعالي بين آخر نهائي انتهى بركلات الترجيح وفاز كينغسون على إفسن واديب. أكيد بكل تأكيد جميع اللاعبين الذين الآن سيلعبون في هذا النهائي لم يتعودوا على مباريات إقصائية أو المباريات بشكل عام مباريات الكأس المباراة الكأس على ما أظن بأنها مباراة مفخخة قليلا مباراة غير مألوفة وغير معتادة عند قاربة اللاعبين وربما نرى الطرفين برغماتي للغاية في المراحل الدفاعية وكذلك المراحل الهجومية على ما أظن سيعتمدون على الهجمات المرتدة بشكل عام والجمارك عندما تريد أن تهزم الجمارك وتقلب الجمارك حاول أن تعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة لأنهم غالبا سيدافعون بأقل عدد ممكن من الهجمات المرتدة.
ايضا نتمنى التوفيق لكل من الفريقين. ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام، وهو ثمن نهائي كاس رئيس الجمهوريه. لا جديد يذكر، افسن واديبو يتاهل، تفرق زين يتاهل، الشمال يتاهل، والكونكورد الذي يعاني في الدوري يتاهل الى ربع نهائي كاس رئيس الجمهوريه. لكن هنا نتحدث عن انتر نواكشوط، انتو كيف عفوا، والامن المدني، والمصائب لا تأتي، يقال بأنها لا تأتي فرادة. أنت ربما سيقادر الدوري لكنه أيضا غادر ثمن نهائي كاس. نتحدث بشكل عام لو بجملة كما كان مرجح ومرشح بين فسين وادي سيفوز على الاتحاد. الاتحاد أضعف بكثير من فسين وادي من حيث الموارد، من حيث كفريق. كذلك تفرق زين حقق النتيجة التي رجحت بأنه سيحققها بكل تأكيد. والجمارك فاز على كينغ نواكشوط، ربما المباراة التي كنا نرى بأنها أكثر مباراة صعوبة أمام أحمد الكوري، لكنه برهن بأنه يمتلك حس في المباريات الإقصائية بالتحديد، مميز جدا للغاية. وكذلك تفرق زين أيضا تأهل، أكيد تفرق زين كباشر. ربما المفاجأة الوحيدة هي ربما تأهل إقصاء حامل لقب الموسم الماضي كينغ نواكشوط. صح، أكيد الجمارك، لكن دعنا لا ننسى بين الجمارك الآن هو حتى طراف النهائي. صح صح صح. كذلك قدم موسم كبير جدا في الدوري، وبالطبع كينغ تراجع كثيرا عن المواسم الماضية والموسم الماضي بالتحديد، لأنه كان ينافس على صدارة الدوري رفقة الشمال، وهو الآن يكتفي بالحرس أيضا الذي يعاني. وهنا برأيك، هل زيارة رئيس نادي الحرس وهو لاعب والعلي ولاعب سابق، هل بثت الحماس في جانب اللاعبين وهم الذين تأهلوا على حساب نادي الدرك الوطني وهو يعاني في الدوري الوطني؟ نتحدث عن ناديان الحرس والكونكورد وإنتو كيف؟ على ما أظن، ربما حسب ما أشار له بعض الزملاء أن العلاوات مرتفعة جدا، كذلك هي حوافز مادية كبيرة جدا ربما الاستفادة من اللاعبين. أظن بين الحرس ربما يعود إعادة هيكلة وإعادة تنشيعات بناء في الموسم المقبل. الحرس محيط مثلا يمتلك لاعبين أقل بكثير من البقية، خصوصا أن الدرك الآن يعيش موسم مميز. صح صح. جدا ينافس مثلا في ضمن الأندية الكبيرة. صح صح. ضمن أندية القمة وضمن أندية القمة. صح. وهذه هي حالة انتعاش أو حالة جيدة. ننتقل المشاهدين الكرام إلى موضوع آخر، وهو تألق لاعب موريتاني وهو أبو بكر كمرة. ربما هذا التألق يصب في مصلحة المنتخب الوطني، وهنا نتحدث الدنين قليلا. أبو بكر كمرة كان مصابا في كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023، وهناك خرج في المباراة الأولى أتذكر أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول، وربما لم يشارك أساسيا أمام أنغولا، ولم يشارك أساسيا أمام الجزائر. لكن ربما هذا التألق يصب في مصلحة المنتخب الوطني، منتخب مقبل على مباراة ثانية أيضا أمام السودان. أكيد نحن الآن في ظرفية حساسة قليلة، لنا مقبلين على مباريات قوية جدا ضد منتخب السودان ومنتخب السنغالي، وعلى أرضية ملعب شيخ أبويدية. أبو بكر كمرة كان يحتاج فقط لحالة تأقلم وحالة انسجام على المنظومة بشكل عام في الجزيرة، وهذا ما نراه وما نتابع الآن في الجزيرة. يقدم أداء مميز جدا في المباراة الماضية، سجل هدف يعتبر من أفضل الأهداف بالتأكيد من الزاوية بعيدة جدا للغاية، وفي هذه المباراة الماضية سجل هدف من رأسية. لاعب مميز بشكل عام، لديه بعض النواقص تكتيكيا، وكذلك لديه جودة فردية جيدة جدا، يهاجم العمق بشكل مميز ويستقل أنصاف المساحات بشكل جيد، وكذلك دائما اللاعب الحاسم الذي دائما استفاد منه المنتخب الوطني. صراحة أيضا هناك لاعب آخر تألق أيضا في أول موسم له في البطولة المغربية، والحديث هنا عن بونا عمر. أوكي. وهو لفت الأنوار في كأس أمم إفريقيا. أيضا أبو بكر كيتا هو مرشح لأن يفوز بأفضل لاعب في البطولة الكونغولية.
هاك كل هذا يصب في مصلحة عمر عبدو قبل هناك كومة من اللاعبين المرتانين يشوطون في دوريات الخارجية ويقدمون أداءات أداء مميز جدا. مثل لديك برايما كيتا، في البطولة الكونغولية وكذلك في دوري أبطال إفريقيا قدم أداءات مميز جدا، حتى أنه تم ترشيحه تم ترشيح عدة فرق يظفر بخدماته. كان من بينها عدة أندية فرنسية على ما أظن أبرزها النادي ليل، كذلك الخديم دياو. خديم دياو الآن حسب بعض مصادر يقترب من الدوري الفرنسي. وكذلك بن عمار اللاعب الصفقة التي حدثت ضجة كبيرة جدا في الوساطة الرياضية المحلية، والآن يتألق في الدوري المغربي رفقة الوداد الذي يعيش حالة جديدة، يعيش حالة إعادة هيكله من جديد بعد معاناته في البطولة المغربية، وكذلك بعد وقادرته من دوري المجموعات في البطولة الإفريقية. كذلك دعنا لا ننسى حمية طنجة كذلك اللي يقدم أداء مميز في, في, في هذا المجمل. دنين، في هذا التألق للاعبين الموريتانيين في الدوري الليبي، في الدوري المغربي، في الدوري الكونغولي، وفي الدوري الإماراتي، وهنا أيضا التألق في الدوري الموريتاني، سيكون أمير عبدو حائرا في رأيك؟ هل سيكون حائرا في اختيار على ما أقول الاختيارات ستكون متوقعة جدا. هو سيكون، أذكر مشاهدين الكرام بأن أمير عبدو سيكون حاضرا في نهائي كأس رئيس الجمهورية الذي سيحتضنه ملعب شيخ أول بويدية. سيكون أمير قبل أن يعلن عن تشكيلة المنتخب الوطني الذي سيواجه كل من السودان على ملعب شيخ أول بويدية، والسنغال على أيضا على ملعب. وهنا أذكر بأن السفير السنغالي استقبله أحمد واليحيى وناقش معه أيضا حضور الجماهير السنغالي، لأن في موريتانيا هنا تمتلك السنغال جالية كبيرة. ربما السفير السنغالي استقبله رئيس الاتحادية وناقش معه موضوع الجماهير السنغالية. إشارة لهذه النقطة بالتحديد، لأن السنغال تمتلك جالية كبيرة جدا في موريتانيا بالتحديد. ربما سيتم تقليص بعض العوامل التي يمتلك المنتخب الوطني الإسبقية فيها ويمتلك الاستفادة منها، حيث مثل الجمهور ربما نرى طرفين متكافئتين، لأن المنتخب الوطني سيكون له الغالب في مرحلة الجمهور. لكن نحن نمتلك الإسبقية على المنتخب السنغالي أولا لعامل الأرض أو لعامل الجو المناخ، لأن غالبية لاعبي المنتخب السنغالي ينشطون في الدوريات الأوروبية في جو بارد جدا كذلك. وكذلك عامل أرضية ملعب شيخ أبو هدية، غالبية لاعبي السنغال لم يعتادوا أبدا على اللعب في مثل هذه الأرض، يعتادوا فقط على اللعب في العشب الطبيعي وسنستضيف في العشب الاصطناعي، وهذا ما عانى منه أبو ميانج وعانى منه ليمينيا وبعض العناصر حتى ويسايوان في استاد شيخ أبو هدية، لم يتأقلموا ولم يستجموا أبدا مع العشب الاصطناعي، وهذه كلها معطيات تخدم المنتخب الوطني وتوحي أن ربما نحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة. المنتخب الوطني لم يخسر على ملعب شيخ أبو هدية، أكيد هذه ربما حافز أيضا للمرابطون وحافز للجمهور الرياضي. سنواجه السودان أولا، ربما يفوز المنتخب الوطني وسيكون الحافز أكبر، وأنت تواجه أكبر ربما المنتخب السنغالي في القارة، منتخب من أبرز المنتخبات في القارة، وما هذا حافز كبير، لأنك ستفوز على السودان وتفوز على السنغال، وتنتظر نتائج بعض المنتخبات وربما تكون متصدرا للمجموعة، وهي مجموعة مهمة. أكيد حسابيا لا يمكننا أن نجزم أن نؤكد بأن المنتخب الوطني يمكنه أن يحقق نتيجة إيجابية ضد السنغال. ربما نرى بأن المنتخب الوطني يمتلك من المصالح ويمتلك من الأشياء التي تستطيع أن تخدمه ضد السنغال، كذلك مثل فارق جهود كبير جدا وشاسع بين المنتخب السنغالي والمنتخب الوطني. المنتخب السنغالي يمتلك كومة من اللاعبين من أفضل اللاعبين في الدوريات، كذلك منتخب قوي فاز بالبطولة قبل الماضية، بطولة كأس أفريقيا قبل الماضية، ووصل إلى دور 16 كأس العالم. اللي يمتلك من اللاعبين مثل لديه جاكسون مهاجم متألق مع تشيلسي، لديه الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداء كبير جدا في الدوريات الأوروبية وكذلك الدوريات الآسيوية، وبالتحديد أقصد المهاجم ساديو ماني الذي يقدم أداء جيد مع النصر السعودي. أيضا نحن نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني، لا شك بأنها ستكون مباراتان حاسمتان للمنتخب في إطار تأهله إلى كأس العالم كندا والمكسيك وأمريكا 2026. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي الحلقة من برنامجكم استوديو الملاعب التي تابعتموها على قناة المرابطون. لم يبقى لي إلا أن أشكر محلل البرنامج دنين بشير. شكرا دنين. شكرا لك يا شيخ بدر. كما أشكر مخرجة البرنامج فاطمة أحمد بابا
أحمر. وهذا هو الشيخ أحمد الدول محمد يحييكم على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل. السلام عليكم.